حالة من الجنان تسيطر على الشباب في مصر، هي ايه؟ يا جماعة اللي ما نزلش التيك توك ينزله هيجيله هيجيلي فلوس. كل الناس دلوقتي بتدور على حد ما نزلش التيك توك علشان ينزله ويجيله ويجيلهم فلوس، لدرجة ان هم بيمشوا في الشارع ويوقفونا ويسألونا عندكم تيك توك ولا لا. ويا سلام بقى لو قلت لا، كأنهم لقوا الاية، لدرجة ان انا اعرف واحد شخصيا كمل فلوس القاعة بتاعت فرحه من فلوس التيك توك. نزلت تيك توك؟ ايه هوي؟ بس انت وحش، سيبك من كل ده، انا عندي ليك مصلحه هنا هتخليك مليونير. ايه بقى الحوار اللي هيخليني مليونير بعد يا زميلي؟ حملت التيك توك قبل كده؟ حملت التيك توك قبل كده. هل بقى فلوس التيك توك دي حرام ولا حلال؟ دار الافتاء ما ردتش رد صريح في الموضوع ده، بمعنى اوضح انها قالت ان لو الفلوس دي والابلكيشن بتستخدموهم في حاجه صح تبقى الفلوس حلال، ولو بتستخدموهم في حاجه غلط تبقى الفلوس حرام. هل عائد التيك توك حرام ولا حلال؟ لا يعني انا لا استطيع ان انا اجاوب بصوره عامه على أمر عام بهذه الطريقة. نعم. وإنما نستطيع أن كل حالة فيها تفاصيل في المحتوى اللي يقدم وفي الوسيلة وفي الطريقة. يبدو أن الانضمام إلى مواقع التواصل أصبح جاذبا للكثير من المؤسسات والمنظمات والهيئات. في مصر مثلا دشنت دار الإفتاء المصرية حسابا على تطبيق تيك توك ليضاف إلى حساباتها الأخرى على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن فتح حساب جديد على منصة ماذا؟ تيك توك، لم يمر مرور الكرام بل أحدث جدلا كبيرا، خاصة أنه أتى بعد محاكمات حدثت لفتيات بسبب هذا التطبيق. ليه بقى التيك توك دلوقتي بقى يدي فلوس مع أن من كم سنة فاتوا، من أيام ما كان اسمه ميوزيكلي وقبل ما يتباع ويبقى اسمه تيك توك، ما كانش فيه فلوس ولا على المشاهدات ولا على طلوع اللايف ولا على عدد اللايكات والمشاهدات ولا على اي حاجة خالص. حتى مشاهير التيك توك ما كانوش بياخدوا فلوس، هما كانوا بياخدوا جفتات، يعني كانوا بياخدوا هدايا من معلنين عايزين يعلنوا عن المنتج بتاعهم. لكن هنا التيك توك ملوش اي علاقة. السبب بقى اللي كلنا عارفينه ان في السنتين اللي فاتوا ظهر ابليكيشن كتير جدا شبيهة للتيك توك وبتنافسه، بس الفرق ما بينهم ان الابليكيشن دي بتدي فلوس على الفيديوهات وبتيجي كل شهر بتقولك على تارجت معين بمحتوى معين بعدد فيديوهات معين ولازم تعمله علشان تيجي اخر الشهر تلاقي معاك من 30 ل 50 دولار. وطبعا البرامج دي كتير جدا زي كواي زي لايكي زي ميكو. فهنا تيك توك عايزة ترجع مستخدميها من تاني وعايزة ترجع نسب المشاهدات العالية على الموقع بتاعهم من تاني، فظهرت فكرة ان كل ما تعمل دعوة لحد بيجيلك نقط وبيجيله هو كمان نقط، وتقدر تحول النقط دي لفلوس وتبقى رصيد او على الفيزا. يعني يستخدموا طريقة لجذب المستخدمين للمنصات بتاعتهم عن طريق استخدام ما يسمى بالأفيليت او الريفيرال ماركتينج او التسويق، عن طريق فكرة انك تريكومند التطبيق لحد عشان يحمله على الموبايل بتاعه وبالتالي تاخد بوينتس او ريواردز زي ما سماها التطبيق. السبب بقى اللي محدش يعرفه او محدش مهتم اصلا انه يعرفه ان هما مهتمين جدا بتجميع اكبر عدد من بيانات الناس. طيب هتقولي انا واحد تافه، بياناتي دي هتنفعهم بايه؟ انا جاي عشت كده يومين في اللذيذ وماشي. لا، مش لازم تكون شخص مهم علشان بياناتك دي تنفعهم، في جهات مختصة بتشتري البيانات دي وبتكون دي كل شغلته. فمثلا انا عندي شركة تسويق، فبيجيلي عميل عنده مصنع بزازات عايز يسوق لبزازاته، فانا هروح لشركة اتصالات ايا كانت ايه هي وهطلب منهم بشكل غير قانوني قاعدة بيانات العملاء بتوعهم. طبعا مش هيجيبوها لي كلها، هيفلتروه، يجيبوا لي مثلا اللي بيدفع فواتير تليفون عالية يعني معهم فلوس وبيدفعوا، او اللي بيدفعوا فواتير نت عالية. اهم حاجة تكون ناس قادرة ان هي تشتري المنتج بتاعي. كمان ممكن يجيبوا لي كل الناس اللي بطايقهم مكتوب فيها متزوج، وبطرق ما كده اقدر اعرف ان الرقم ده عنده طفل في البيت ولا لا، فبكلمه وبعرض عليه المنتج بتاعي. يعني اي رقم بيكلمك علشان يسوق لك منتج معين ده ما بيتصلش بيك بالحظ كده، ده بيكون مدرس له كويس جدا ان هو يتصل بيك انت بالذات. هنا بيستخدموا البيانات بتاعتك في حاجات زي كده، تخيل بقى ممكن يستخدموها في ملايين الحاجات التانية. في كمان شركات النقل الحديثة
الشركات دي عن طريق الابليكيشنز بتقدر تنقل كل معلومات تحركاتك، والمعلومات دي بتستخدم احيانا في حالات معينه. هنا هنلاقي ان كل الابليكيشنز دي وصلت لعدد كبير من المستخدمين، فبالتالي وصلت لعدد كبير من البيانات، زائد ان انت بتوافق على سياسات الابليكيشنز دي وانت اصلا مش عارف هي عباره عن ايه. كمان هو بيسهل لك بعض الحاجات اللي انت ممكن تعملها، زي انك تربط الارقام اللي عندك على الموبايل بالتيك توك، فانت بتبقى فاكر ان دي حاجه كويسه علشان يظهر لك اكونتاتهم، بس الحقيقه مش كده، هو كده بيسرق قاعده بياناتك. زي برضو لما تربط الجاليري بتاعك بالكاميرا بتاعه الابليكيشن نفسه، هنا انت بتنقل كل صورك وكل فيديوهاتك ليهم. ما تنساش برضو ان انت غير كل دوت موقعك بيكون متحدد. زي ما قلت لك القصه كلها ببساطه شديده هو تجميع بيانات لأكبر قدر ممكن من المستخدمين. كل المنصات دي عايشة على البيانات، عايشة على الداتا اللي بتجمعها من المستخدمين. طبعا كلنا عارفين ان الشركة المالكة للتيك توك هي شركة صينية. طب تعرفوا بقى ان الصين منع استخدام التيك توك عندها وحظر استخدامه جوه البلد كلها لشعبها؟ يعني البلد اللي مصدره لنا الكم ده من الفيديوهات واللي بسببها اتحبس ناس عندنا بتهمة الاتجار بالبشر منعها عندها اساسا، لا وكمان بتدينا فلوس لما بننزله. هي الحدية من امتى بتحدف كتاكيت؟ نتمنى من البلد بدل ما تحبس ناس بسبب الابليكيشنز دي انها تقفلها خالص زي ما بلاد كتير معاملة، حفاظا على الشباب اللي لقى شكل سهل وسريع للمكسب فبيتجه له بدل ما يعمل حاجة مفيدة. وعلى فكرة ده شكل من اشكال الحروب الباردة. داخل على التيك توك عشان اكسب ربح وابقى مليونير ومعايا فلوس وكده. وللاسف شبابنا بقى لهم 3 اسابيع كل اهتمامه ان هو يدور على حد ما نزلش التيك توك قبل كده علشان ينزله ويحط الكود بتاعه وينزل له فلوس. بقول لكم ايه، حملتوا التيك توك قبل كده؟